هذا يقول صاحبها جئت من الخارج وبعدما جمعت قدر من المال أردت أن أستثمره ببلدي، لكن بعد عودتي اكتشف طبعا أن أمه المطلقة من أبيه منحرفة، فكلمها وناقشتها بالتي هي أحسن، لكنها لم تعر كلامي أي اهتمام، وبدأت تستعمل العصبية وكذا والصراخ، كل ذلك لم يأتي بأي جديد. أخيرا فقررت أن أتركها لوحدها، لا أنفق عليها مع العلم أني المعين الوحيد لها ولن أراها طول الحياة، فما حكم الدين في ذلك؟ سأعود مباشرة، سيعود إلى الخارج، ويقول أن أحد أصدقائه هو الذي أشار عليه بأن يطرح هذا السؤال. هذه حالة أو معضلة من المعضلات التي يتعرض لها هذا الأخ صاحب السؤال، والعلاج الذي يجب أن يسلكه أو ينهجه يجب أن يكون علاجا شرعيا. فهذا الأمر أن أمه منحرفة يجب أن يستبين هذا الأمر أولا، هل هي كلمات تقال وتشاع أم هو الواقع والشيء المتأكد؟ لابد أن الإنسان لا يمضي مع الإشاعات أو على الكلام الذي يروج فقط، لابد أن يتحقق من هذا الأمر. ثم إن هذه الأم مطلقة من أبيه وجد أنها منحرفة ويريد أن يمنع عنها النفقة، لا يريد أن ينفق عليها، ويريد أن يعود إلى الخارج ويقطع الصلة. هذا الإجراء ليس سليما وليس شرعيا أبدا، لأن العلماء تحدثوا في صور أكبر من هذه، والشرع أيضا تحدث عن صورة ما إذا كان الأبوان كافرين، إذا كان الأب كافرا أكثر من هذا، وكانت الأم كافرة وابتبع لما تكون كافرة ستكون منحرفة، ومع ذلك فقد أوجب الله تعالى أن يصاحبهما الابن معروفا، وأن لا يطيعهما في، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطيعهما، ولكن وصاحبهما في الدنيا معروفة. هذا أكبر من هذه، وهي الكفر، لأن الكفر هو أكبر الجرائم، وليس هناك جريمة ولا ذنب أكبر من هذا. وفرع على هذا العلماء أشياء كثيرة ذكروها تفاريع لتفسير الآية، وقالوا إذا فيها خنزيرا فطلب من الابن أن يشعل النار فيشعله له، يشعل النار وإن كان يعرف بأنه سوف يتناول هو خنزيرا ويعرف أن الخنزير حرام. طبعا هل الكافر مخاطب بفروع الشريعة؟ ليس مخاطب بها، ولكنه لا يأتيه بالخنزير من عنده، ما يشريوش الخنزير، لكن إذا الآب قام ووضع اشترى الخنزير ووضعه فوق القدر وكذا وكذا وطلب منه فقط أن يشعل النار فهو يشعله، مع العلم أن إشعال النار هو سبب في أكله الخنزير. وأشياء كثيرة وتفاريع ذكرها بعض العلماء في هذا الباب، مما يفيد أنه لا يبدأ لا يعين الأب على المحرم أو الأم، ولكنه في ما سوى ذلك يحفظ الحرمة، أي حرمة الأبوة. هذه امرأة قال عنها ابنها بأنها منحرفة، وكان هو يعولها ثم يريد أن يقطع، لا شك أنها سوف تصير منحرفة 100%، إن إذا قطع عليها هو، هي كانت منحرفة وكان يعطيها الفلوس، أما إذا تقطع عليها صافي خلاص، هذيك غادي تأكد الانحراف، لأن الفقر سيدفعها حينئذ إلى الفساد يقينا، وربما لن تكون وحدها الفاسدة، ربما ستدفع بناتها أي الأخوات، تقول لهم خرجوا، هذه تجارة، ما عندنا رجل ينفق عليها، ولدها اللي كان يصرفنا ما بقاش، زعف عليها ومشى. إذا فهذا يدفع بها إلى الفساد وإلى الرذيلة أكثر. نحن نقول فهذا الأمر يجب أن نبدأ دائما بالبدء بما يجب أن يكون به. طبعا الولد لا يكلف بأن يكون معها أو يسكن معها، يمشي البيت وعنده بالدار ديالو ولا كذا، ينفصل عنها، ينفق عليها، يعظها، يحسن إليها، لعل ذلك يكون سبب توبتها، وهي مع ذلك لها عليه حق الإنفاق لأنه ولدها،
وكان تجي غادي من ناحيه اخرى تمشي تقول له دعوه واحده اخرى غادي ترفع عليه دعوه بانه اهملها سوف ينفق عليها قانونيا على هذا ولدها. ما هي ما غاديش تقول هي بها فاسده ولا ماشي فاسده، تقول ما انا صافي نموت في الجوع ولدي ما صرفش عليا خص يجيبوني. اذا المسلم ماشي شي مثل هذه الناحيه، اذا وخا قطعها في مرحله من المراحل يعطيها الحق ديالها بموجب انها كذا، وحتى لا يدفع بها الفساد اكثر، وربما يكون ذاك الاحسان وذاك الموقف ديالو. وهذا وقع كثير، كثير من الابناء كانوا سبب توبه اباء، كثير كثير ماشي واحد. الاباء كانوا ينتميوا لواحد الجيل ما كانش عنده خبره عن الاسلام، كانوا اسلام غير تقليدي وكذا، وكان شي واحد كانوا مضرين، ولكن كاين ابناء كثير الان عفوهم اللي من عباتهم قلعوا لباتهم التدخين، قلعوا لهم الخمر، قلعوا لهم الفساد، ابناء صغار. كاين اللي وصلوا الامهات ديالهم مثلا للحجاب، كانوا ما يعرفوش هذا الحجاب بزاف، وهذا الحمد لله البعض ياخذ من بعض، يمكن ان الصغار يعطوا الكبار، والكبار ايضا عاشوا لنا عاشوا في واحد المرحله ديال الانبهار بالحضاره الاوروبيه الخمسينات، اللي كان ما اللي ما يلبس شي الكسوه قصيره وكذا زعما مازال عروبي، كانت غير عروبي ولا مديني، ما كانش الاسلام ولا ماشي اسلام. بغيت تكون عروبي لبس اللباس المستور، بغيت تكون مديني ومتحضر وكذا ايوا عري راسك وكيقولوا هذا اللي كان الناس يفهموا هذه جوج مقاييس. اما الحمد لله الامور تغيرت، فهذا الانسان لا بد له ان يثبت على هذا ويعتبر ان هذا ابتلاء وامتحان، ويجتهد ان شاء الله لينجح في هذا الابتلاء وحتى يصل الى الحل ان شاء الله.